لو أول مرة تشوفوا القناة ما تنسوش تضغطوا على اشتراك أو سبسكرايب وتفعلوا الجرس عشان يوصلكوا كل جديد، ولو عجبكم الفيديو ياريت لايك وشير عشان الكل يستفيد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كل سنة وانتم طيبين ورمضان كريم. حبايب قلبي، النهاردة ان شاء الله هنعمل وصفة جميلة جدا للتغذية. وصفتنا النهاردة ان شاء الله تحفة جدا، نتائجها جميلة قوي قوي. هنتناولها كل يوم ان شاء الله، وانا هسيب لك حرية الاختيار. انت ممكن تاكليها قبل السحور وممكن تاكليها بعد ما تغيري ريقك بتمرية واحدة قبل الفطار. فايه الوصفة بتاعتنا النهاردة؟ الوصفة بتاعتنا النهاردة هتحرق وهتفتت الدهون. يلا نعملها مع بعض. بس ما تنسوش حبيب قلبي، لو انت اول مرة تشوفوا قناتي ما تنسوش تشتركوا في القناة وتفعلوا الجرس عشان يوصلكم كل فيديوهاتي الجديدة بإذن الله. هنبدأ نعمل الوصفة مع بعض. انا هحتاج النهاردة ان شاء الله في الوصفة بتاعتنا عشبة اسمها بذور الكتان، ولكن لها بدائل كتير هقولك عليها. ممكن تستعملي بدل بذور الكتان ممكن نستعمل بذور الشيا. بذور الشيا جميلة قوي برضو لو انت ملقتيش بذور الكتان، ولكن برضو عايزة اقولك ان احنا هنطحنها. يفضل ان احنا نطحنها وتبقى معانا بودرة بالشكل ده. انا مش هحتاج غير معلقة واحدة فقط من بذور الكتان او بذور الشيا، وهحتاج معايا كوب واحد من الزبادي، اي نوع زبادي بس يفضل يكون خالي الدسم. هنبدأ نضيف الزبادي في الطبق بتاعنا عشان نعرف نقلبه. كده انا معايا كوب الزبادي زي ما احنا شايفين، هضيف عليه معلقة واحدة من بذور الكتان المطحونة او بذور الشيا بالشكل ده، وهبدأ هنقلبها بالراحة. انا مش عايزة اقلبها قوي علشان يعني الزبادي ما يفكش مني، عشان احنا دلوقتي بنعمل وجبة مش بنعمل مشروب بالشكل ده اهو. وهبدأ بقى اتناولها ان شاء الله كل يوم. انت ممكن تاكليها قبل الفطار يعني بعد ما نغير ريقنا بتمرية، وممكن تاكليها قبل السحور او بعد السحور. المهم ان احنا ناكلها مرة واحدة في اليوم، جميلة جدا جدا. انا بفضل ان احنا ناكلها قبل السحور علشان بعد السحور، علشان بتبقى برضو طرية على المعدة وبتعمل يعني بتبقى كويسة جدا بالنسبة للهضم. الزبادي لازم لازم في السحور يوميا، ولكن ضيفي عليه المعلقة اللي احنا قلنا عليها دي، بتحرق وبتفتت الدهون. طبعا قللي من الحلويات على قد ما تقدروا، لازم ناكل يعني قطعة صغننة جدا من الحلويات، علشان الحلويات يا بنات في رمضان بتعمل الدهون وبتزود الجسم كتير جدا جدا. حبايبي دي كانت الوصفة بتاعتنا، سهلة وبسيطة قوي قوي ونتائجها حلوة وخفيفة جدا. يا رب تعملوها وتستفادوا بيها. عايز اعرف رأيكم في الوصفة بتاعتنا دي، ان شاء الله تكون نتائج فعالة معاكم. اذا عجبتكم الوصفة ما تنسوش تحطوا لايك وشيروا الفيديو لكل اصحابكم، وان شاء الله استنوني في فيديو جديد وصفة جديدة مع جي جي للوصفات الطبيعية.